سياسي عمر الصلاد علمي او كميدا سياسيين تهدهان هانكا سجيدة الصوماليا اسلامر كاسنا كسوغان عاصمة الصومالي لاني هرقيسا صند كي لبقوني يلبية طبانكينا وطرطمي شكذا مدحوينها دولة فترالكا الصوماليا ايا كاد لاي حسوقي بانا دولتي كاليدي تليم عنك قايا محمد زياد بري ايكا قيستين قدها الصومالي لان اسلامر كاسنا افتيميي بربركي يبوب كي ايو قيستين شعبك الصومالي لان دولتي كاليدي تليم زياد بري وحكروا كل هذا إسلام رهان تحسنه وكشي كي مدى وقيل لحظة كي إيو جبن دابيوين كي كونفرطة الصومالية اللوغات كي تدكي كسعود ديغان نذو وقوية إيقو أمنا إن أي هلال دولة الصوماليات أما بالصومالي مدى تحسنه تلمامي إن تدكاسي اللي قد تعديي إسلام رهان قبي أهانبا لو عصري هدف كي إيو أجيد كي أي لهايين تدكني تحسنه مدحدي وقت كاسي إيو سياسيين تي كونفرطة الصغنا أي عناه إسكاقات دوبان حلالكي إيو مصب كي سرييي تاسنا اي كانتاي ان لغا دحلو وحا سمان تكا تاغن صوماليا سياسي عمر الصلاد علمي سياسي قاني اي هذا الكيس كم بلابي لا هذا مركي الاسراعي وايليان غويه مركاس صوماليا بريد صوماليا بروتكتر الورنشري اي ايوه صعود حريات دي كانان عمر انت انا تقلنا في افتنانكي انيو سيكستيكي بلوغيسي لو وفتي على الصدف لو وفتي نص على سوالف اللي عنده حاجة حمر تجي وفتي كلام حاجة يبادين وحاول قبل الغادي برام مينستر كان لسيدون مركي ماشي قلنا ودت كي أي لان خصم كوجي وبرمانكي شروا الآن وروا سكدر كوجي من دوادو واسوق حيرة كداتي مين ولا واسح ولا مكلة في دونا نيا حلوة يعني ما يقعدين على الإدارة كله سكوبيكو شكرا عن قاسح مركي لو يبقى رمان سكوتر شر أبروف كريا أي دولة ديالا قس برايم ميوزر كي سيقى لسوقى هي ممسطين ألقى واحد وجهك أموت قيب سيقى وغلطان وأنا لقوب متغانا والله رب حي وحي الوشي برايم ميوزر لمسطين وحوينا لمسطين لقد تريد ان تكون لديك مدى لوسين اموتي ويسيري شغالي وحاسا وحاسسي ان تجاري سيسير مركو دعي ان تريد صومالي دعي وصفو دعي وبربري تريد ان تريدك بهاي ان وحي راشنا يا راس ضروري كتريد كي نشرتي وكاليد ولد كي نشري markii dagaalka laga soo noqday ee dowladdu taageer jiray ruushka iyo antwaaga iyo walaal xirshay ragalbeedkiina ma iman dowladdu waxa ay ku soo dhacday dhaqaalaheed halkeysa iyo gobolka wayga ma doonin jirana gaajo iyo jacaba waa ka bilaabatay markii aan joogay waxaan tiri madaxweynaha markaa maxamed siyaad waxaan ku jiray maxamed siyaadu jaalna la oran jiray markaas jaalna madaxweynaha waxa weeye أنت وياك يا مرتك أنت قرصي من أوعين من لقالي يقولك يا الله الله على ولا اللي يرو أنا من سوء الشو أنت وياك وهم سيري شيء سيروشك وش ذلك هو دين سين شيء إذا ما أنا جاي شو ذلك الرجيم اللي بسين شيء سالي بسين شيء إيو أما أنت وياك أنت في الفرتوحي رجال بيتك سوء قلناش لا ماش ولا بده مريع مركز سوري والنيو waas hadda musan kar waas marka warxad baan qoray waxaan idhi goolkii aan joogay ayaa laga raabay masuuliyadiisa waa la cunay iyo wax araaba iyo anaga u leeyahay badahad u keenayay iyo galawadu waa yeyay waan soo yaray dadka oo gaajow dhintay gaasatadii ariga dhoofin jirtay oo xoogaa lacagta qaar halka kula harta dowladda ka qarisa iyo shaqaale badan oo reer Wooniya oo xaradaha joogay oo lacagtooda meel dhigan jiray arrin ku aaminayeen waxayna halka tagay waxay yeeshaan isu tago maraakiib soo raray inay cunto lacagtiina soo gelisaan walaacado raashin dar alaabdiis u xilamada soo rara oo maxaan siinaysa waxaan siinayaa faa'iidadii saaraya لا ما هذا هو هذا هو ده القوة الشريعة أدين كنا فاهمين أنت ساكيريسن
ayaguna dadka waxay uga gadayaan dawladdu wax qadmada loo qaadanaysa intii hore lagu gali jiray wixii dawladda in ka yar ee shacabku ku helay qofkii musuqmaasuq uu ku arkana waa xabsi buu mutaysanaya hay-adihii dawladda iyo laamihii iyo wixii ganacsatadii wixii waa la soo rogay argagiisa waxay noqotay duwan yari waa loo baxshay ama duwan yar wax walba koonfur baa markaas u qulqushay wadaacadiiyo wixii waxaa laygu qoonsaday markaas wixii aan keenayo oo layaa duwaaha gii burburshay dawladda waxaa keeni jirtay dawladda ma keeni karto guddi waa la soo diray waxaa la yidhi intaama baaro meeshuu saa barwaaqo ah oo la deewaayay oo madaxdii maxaa siyaad ka hortaysay iyo wixii oo dhan mid dumar iyo soo hada marka dambe waxaana meeshaa layga kaxay marbaa ka socon mashiikh yimid waxaa ii yimid dad todobaatan qof aan tiriyey markaan tiriyey koox ii imaanaysay oo dadkaan reer waqooyi gobolka waqooyi oga tirsan odayaal dadaan aqaan saraakiil wax kale culum war maxaa rabtaan war waxaa layi waa dhiman ma noolin maxaa idinku dhacay horta wixii waan laga joojiyay cuntadii iyo wixii adduunkii waa kow midda kale niman na cunaayo na dilaya oo na caburinaya ayaa meel wale loo dhiyo dadku markaa meel xun bay ka maraysay cadaadisku wuxuu keenay in ufa soo baxdo qoladii dhallinyaradii kadheektuurka inuu dhaco in rag laysku xidhxiro inta la keena niman naxariislayaala dadku laiska laayo ganacsatada kookoo laysugu xiro lalaayo buruxii argeysa dadkii mutaqa dhallinyaradii la laayay xabsiga laga buuxshay wixii oday iyo maamulada ku jiri jiray raggii mandheero lagu shubay iyo meelka cadaadisku waa batay xilliga neefiyaba ma jirto markii dawladda aad ku disho ya wax gaara weeye markaa soomaali isdishana xataa oo islaayeen reeqooyin ma islaayeen jahooda isku maleeshiya isku laayeen cidna uma haystaan koonfurta ayaa isdhamaystay cidna uma haystaan dadkii halkan laga dilay markii argeysa la duqeynayay african human rights watch waxay ku qiyaastay konton kun ayay ku qiyaastay xamar meel lagu dilay laba boqol oo qof maxaa siyaad ku dilay kuma jirto iyo koonfurta marka yani sidaasay wuxuu kala cad yihiin haddaanu soomaali nahay waanan saa u garanaa nimanka dadka inkirayaana waa inay qiraan markaa kabacdi wixii la samaynayaa la sameeyo iyo si haddii la wada hadli karo iyo haddii wax laisku darsan karo iyo laakiin marka hore waa inaad u qirtaa dadka dhibaatada ku dhacday waa inaad u qirtaa waa inaad madaxa ka garowdaa waa in muxuu ahaa wixii wax laga sameeyo oo magdhow ama wax weeg la sameeya taasay ka bilaabanaysaa cumar salaad cilmi waxaa kaloo siyaasigu intaasi ku daray isagoo hadalkiisa sii wata sababihii keenay in somalilan ay ku dhawaaqdo goonisutaageeda isla markaasina ay la soo noqoto xorriyadeedii ay kula midowday 1960-kii dowladnimadii soomaaliyeed ay baadi goobisay balse godka madow ku dhacday go'aansatayna in 1991-kii ay la soo noqoto xornimadeedii ay lumisay markay ingiriiska xorriyadda ka qaadatay 1964-kii xataa markii dawladdu waxaa sia dhacday nimanba xabar intay istaagay waxay yidhaahdeen cali mahdi iyo guddigii maana fariista iyo waxay yidhaahdeen dadka hubka siday oasanan iyo jawaadihii iyo hubka ha dhigeen halkaa tageen war ma odhan warmadii la burburshay jahadeedii u yaara ayaguna halkuu tashada burxa fariista u goostay marka yaa kala gooyey goynta waxbay ku lahayeen koonfurta raggii siyaasiinta waagaa joogay dhibkaana waa u dheeraa oo markale la xanuunsanayeen aad iyo aad badina waa somalilan waa ubalyeenayaa nabadda iyo horumarka ay haysato soomaalida kale soomaalida moosna waa u ducaan waxaan la ilaahi naga saaro qulqulada iyo dagaalka aanu ku dayanno soomalilan nabadda ay samaysatay ay gaartay dimuqraadiyad inay isdoorato annaguna aan leenahay weli 4.5 nin qabiilku hasoo xulanin hebel hala isku qabsado hala kala iibsado yacni waxaas qashina ayaa siyaasaddeenna ku dhex jira warreer koonfurow warreer soomaaliyow waxaana hagaagsinno markaan hagaagsinno soomaalilan halkaanay joogtahay waanu suumi waanno
ومركز زي ما كسيه ومحمد حسن الشيخ محمد شبا شبكة دور الكي عربسية نيوز.